ايه رايكم وانا شغال زي ما انا شغال كده نعمل حاجه مع بعض حلوه عشان نكسب وقت، نستاذن فريق العمل بمقادير شوربه الطماطم، مقادير شوربه الطماطم على الشاشه، ونطلع بالشغل كله مره واحده. ولازم تكوني شاطره في المطبخ زي كده، لما تقف على البوتاجاز ترمي اكتر من حاجه على عيون البوتاجاز وتتابعيها في اللحظه وتول لحظه واحنا شغالين مع بعض. مقادير الشوربه كالاتي: طماطم معصوره ومضروبه في الخلاط، معانا هنا معانا طاسه ومعانا بصلايه ناعمه ومعانا فص توم حلو وشويه كرفس بلدي. تعالوا نعمل طبق الشوربه الجميل ده. طاسه على النار، هنعملها بزيت زيتون ولا بسمنه؟ هنعملها بمعلقه من الزبده او السمنه البلدي الحلوه عشان شوربه الطماطم تبقى طعمها حلو، وهنستخدم معلقه سكر كالعاده علشان الحموضه بتاعه الطماطم. حلو الكلام؟ اه. وانا شغال واحده واحده. اه نشيل دي من هنا، السمنه هنا، بحط عليها بصله ناعمه. خلي بالك لما تيجي تعملي شوربه الطماطم بالذات تحط في الاعتبار ان الشوربه لازم تتسبك على النار وتغلي، ما تستغنيش وتقولي خلاص هي الشوربه استوت، لا لازم تاخد وقتها. كل ما تقعد على النار تستوي مع البصله مع التومه مع معلقه السكر اللي هتشيل الحموضه اللي موجوده في الطماطم هيبقى طعمها حلو. هنشرب الشوربه مش هنحس باي حموضه. الشوربه كده البصله اهيت على النار بتتحمر، البصلية تتحمر كده، بحط شويه زعتر حلوين. عايز اعرف العجميه من المشاهدين بتوع الحلوين، ما تبخلوش عليا انا مش ببخل عليكم. هنحط الطماطم عشان شوربه الطماطم خلصت، اللهم صل على النبي، ونقلب كده اه ونحط لها الميه بتاعتها وخلصت الشوربه وانا واقف بالسله. اه تمام. الكرفس هينزل بعدين، احط معلقه السكر الحلوه عشان الحموضه. اه اللي يعرف العجميه بتتعمل ازاي يقول لي. السكر ينزل كده عشان الحموضه. اه اه بس خلاص، واسيبها تغلي واغطيها، لان الطماطم لما بتغلي بتخلي لك البوتاجاز كله طماطم وتقولي يا ريتني ما عملت الشرب. اه الغطا الحلو ده كده تمام. شوربه جاهزه، نغرفها. جميله جدا، شايفه الشوربه؟ حلو قوي.